مشاهدينا متابعينا الكرام، حضورنا الكريم اينما كنتم، التواصل يستمر والانطلاقات تستمر على أرضية ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات بالمرموم باللسيني وبيدانة الدنيا دبي. شوطنا الثامن التاسع عشر أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات للقاء الأبكار المهجنات. إلا صايل بشعارات أبناء القبائل انطلقت على أرضية هذا الميدان، انطلق ما بعد انطلاقة كل الشعارات والأسماء. أتقدم مع المراكز الأولى، أتقدم مع المركز الأول، أتابع الصدارة المقدمة في هذه اللحظات، لحظات يترقبها الكل. الذاير خيط بن علي بالخسواني المنصوري يتقدم مع الذاير على المركز الأول. نوف وشعار البيارق قادم. راشد بن سعيد بن راشد بن غدي الكتبي يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث شعلة معضد بن محمد بن هلال المزروعي، والمركز الرابع شعارك يا صعب مطر بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يتقدم مع هجر على المركز الرابع. المركز الخامس شعر والم قادم مع شدايد عامر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الخامس تأتي ذوق حارب بن مغير بن سالم العميمي يتقدم على المركز السادس في هذه اللحظات. سابع المراكز شودة عمر بن محمد بن عبيد بن نغموش الكعبي تعزف نشودة على أرضية ميدان المرموم وبحور. مطر بن سعيد بن محمد الكتبي قادم على المركز الثامن يقدم بحور. شلهودة قادمة عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الأحبابي قادم على المركز التاسع. المركز العاشر وصلت وطن قادمة بشعار سعادة مطر، وطن مع مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي. هكذا هي النتيجة، هكذا أول نداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة. مشاهدينا متابعينا الكرام في أشواط الإنتاج، من بيفوز بهذا الشوط؟ عودة إلى الصدارة، إنتاج مرغم الفاخر على المركز الأول، نوف على المركز الحروف بثلاثة حروف تتقدم مع راشد بن سعيد بن راشد بن غدي الكتبي. شعاري مرغم والبيارق ينطلق على المركز الأول. المركز الثاني شعلة معضد بن محمد بن هلال المزروعي القادم على المركز الثاني. الصعب القادم مع هجر مطر بن سلطان بن مطر بن مرخان. غادرنا 2 كيلومتر، من القادم؟ من الواصل؟ جميلة جملت جميلة، تقدمت بشعار جميرة جميلة. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي القادم، وطن القادم. سعادة مطر بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي قادم مع وطن على المركز، على المركز الخامس. المركز السادس هذه شودة عمر بن محمد بن نغموش الكعبي قادم في هذه اللحظات. من القادم؟ هتاشة مكتشف شنذارة قادم يقدم هتاشة. سعيد بن حمدان بن مخيط الحميري القادم في هذه اللحظات. بن سالمين الحميري سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري قادم مع اليازي القادم. سلهودة عبد العزيز بن جمعة بن مبارك الاحبابي ما شاء الله. تابع هذا الكم من الاسماء، تابع هذه الشعارات. بن مغير مركز الابحاث في العين ثابت يا بن مغير، لكن هنا يتلاعب باعصاب الجميع. الريم مطر بن خلف بن علوان قادم بن علوان يقدم الريم. من القادم؟ مفنودة علي بن عامر الغفيري قادم مع مفنودة. الكيل
الثامن والأخير. يا هالي الانتاج، يا هالي الانتاج، يا سن المفاجات، يا اللقاية المهجنات الأصايل. عودة إلى نوف، نوف بن غدير، نوف بن غدير على المركز الأول مكتشف. شنذارة قادم مع التاشة، مع التاشة، مع التاشة. حمدان بن سعيد بن حمدان الحميري والشعار، والشعار والم قادم مع انطلاقة شدايد. عامر بن محمد بن زايد المنصوري وبن ثعلوب ينضم مع ليان، ليان سالم بن ثعلوب. الدرعي قادم من السياج الخارجي، بن ثعلوب بن قناص، بن ثعلوب بن قناص بن زايد والحميري. ياهي معركة في اللقاية، في اللقاية المهجنات. المرموم غير، الانتاج غير. بن قناص بدا يقنصهم، بن ثعلوب من الجانب الاخر. اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره، وين بسلم مع الزاخر ولا المصانع الجنوبيه؟ ولكن المصانع الجنوبيه. بن ثعلوب، ليان، ليان سلامي عليك، تسلم يمينك الى القوع السلام، الى القوع السلام. مشكور يا ابو حمد عبيد بن حمد العويسي، مشكور يا ابو حمد. المركز الثاني اللي وصلتنا الصغيرة لمحمد بن حزمي بن قناص العمري، المركز الثالث شدايد لعامر بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الرابع، المركز الرابع هذه بهجة لراشد بن علي بن رشيد الاشتبي، المركز الخامس لسلطان بن حارب بن مغير العميمي معذوك. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شعار بن ثعلوب، ليان سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. فاجأتنا في اللحظات الأخيرة، قدمت بهذا الشعار مسلمة مع أهالي القوع بهذا الناموس، يحتفلون بناموس ليان. 7:38، 9 أجزاء من الثانية هو توقيت الزمني. مشكور يا ابو حمد العويسي على المتابعة في عملية التضمير والتدريب. 7:40 من الثانية، هذا شعار بالحزمي على المركز الثاني، محمد بالحزمي بن قناص العمري مع الصغيرة. المركز الثالث 7:40، 7 أجزاء من الثانية، شدايد لعامر بن محمد بن زايد المنصوري. تهانينا وناموس للجميع. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة شوطنا 20 في مجموعة الأشواط، وشوطنا 20 الذي تمت انطلاقته هنا بتحديات وإثارة متميزة، خاصة هذا الشوط بانطلاقة وتحديات أيضا اللقاية القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل مع أشواط الإنتاج والمنتجين. نسير هنا مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مياس، مياس على الصدارة وعلى المقدمة لحميد بن مطر بالكوس الفلاسي من يقدم على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني يأتينا الشميمي اشطيط بن محمد بن شلبود الخيلي. أما على المركز الثالث القادم هنا والمنطلق حوران، حوران